الأحداث المهمة النهاردة، بدء تصويت المصريين في الخارج، وهنحاول يكون في عملية رصد لوقائع هذا التصويت والتوقع لشكل نسب المصريين وإقبالهم على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، اللي يعتبر الكثيرون هو مشاركة في التوافق على استحقاق وثورة 30 من يونيو. يمكن زي ما قلنا ايمان في بدايه الحلقه ان بالفعل البدايه انطلقت بالامس في تمام 10 بتوقيت القاهره من نيوزيلندا، بدا المصريين في الخارج في التصويت بالفعل للاستفتاء على مشروع الدستور، وان شاء الله مستمرين في 138 سفاره حوالين العالم عشان يصوت حوالي 680 الف واحد مصري مقيمين في الخارج من المقيدين بالفعل في ومدرجين في جداول الاستفتاء على مشروع الدستور. بالفعل بداوا بالامس، وهنشوف تقرير صغير ونرجع لهذا الحوار المفصل باذن الله، نشوف الأحوال بره ايه. يبدأ المصريون بالخارج الأربعاء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية في 161 دولة، وذلك حتى 12 يناير الجاري. وقال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن ما يزيد على 681 ألف مصري بالخارج سجلوا بياناتهم سوف يدلون بأصواتهم في الاستفتاء في ما يقرب من 138 مقرا انتخابيا بالقنصليات والسفارات بالخارج. وأضاف مختار أن عملية فرز الأصوات ستبدأ في 13 يناير، على أن يتم الانتهاء منها يوم 15 يناير، ثم يتم تسليم النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات داخل الحقائب الدبلوماسية. وأكد مسؤولون باللجنة أنه تم إغلاق الباب أمام تسجيل المصريين بالخارج يوم 2 من ديسمبر الماضي، ولا صحة للأنباء التي ترددت عن مد باب التصويت، موضحين أن عدد المصريين العائدين من الخارج ممن سجلوا بياناتهم بلغ 18,793 مصريا. وأشاروا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس عدلي منصور على مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بإجراء تصويت المصريين بالخارج لن تعطي الحق لأي مصري بالخارج في التصويت، لأن القانون يشترط أن يكون بالضرورة سجل بياناته للتصويت، وبالتالي فإن من سيصوت على الدستور من المصريين بالخارج سيكون ضمن العدد المسجل والبالغ نحو 681,695 مصريا. وتصدرت المملكة العربية السعودية العدد الأكبر من حيث عدد المسجلين، ثلاثها الكويت ثم الإمارات ثلاثها قطر. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن تصويت المصريين بالخارج على الدستور سيكون في السفارات والقنصليات، وسيتم تباعا حسب توقيت كل دولة، حيث يتم التصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. وشدد المتحدث الرسمي على أن وزارة الخارجية وكل بعثاتها الدبلوماسية بالخارج أتمت كل استعداداتها للاستفتاء، حيث بدأت غرفة العمليات التابعة للوزارة في تلقي التقارير الأولية حول بدء عملية التصويت وسير عملية الاقتراع. اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. يمكن سمعنا في التقرير طبعا العديد من المعلومات اللي احتواها طبعا ما سيجري وما سيحدث باذن الله من الاستفتاء على مشروع الدستور، لكن انا سعيد بصراحه ان انا مسكت نسخه للدستور بالانجليزي، يعني بالانجليزي ونسخه انجليزيه. طبعا دي كانت مع ضيفنا ان شاء الله النهارده يكون استاذ علاء مرسي في هذه الفقره، لكن انا سعيد ان انا ابتدي ان في دستور باللغه الانجليزيه وباللغه الفرنسيه ايضا، لكن احنا معانا اللغه الانجليزيه. يمكن في اول الحوار ازاي في بالفعل الاجيال اللي جايه هتشوف دستورها بالانجليزي، يعني ده شيء مشرف وشيء مبشر جدا 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 ان احنا نشوف دستورنا مكتوب باللغه الانجليزيه، عشان اللي ما شافش يشوف واللي ما عرفش يقدر يتعرف يقدر يتعرف. طبعا الكاميرا جايبه طبعا ادي الصفحات، الصفحات الانجليزيه من مشروع الدستور، بيحتوي ماده ماده وفقره فقره ومنظم ومدرج طبعا بالاشتراك مع الهيئه العامه للاستعلامات. انا سعيد جدا بصراحه بصفه شخصيه ان يكون في دستور بكل اللغات عشان المصريين في الخارج يشوفوه. وده كمان يعني يقربنا من فكره ان مشاركه المصريين في الخارج مشاركه يعني فعليه حقيقيه، مش مجرد مشاركه تقليديه والدستور يعني موجود بشكل اكثر يجعلهم يقتربوا منه. على اي حال معانا للاقتراب اكثر من صوره المصريين في الخارج النهارده في اجواء تصويتهم في الاستفتاء على الدستور، الاستاذ ولاء مرسي ممثل اللجان الفرعيه في لجنه الخمسين عن المصريين في الخارج. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم، شرفنا يا فندم، شرفنا. بنتكلم عن المصريين في الخارج والنسخه الانجليزيه اللي احنا شفناها معانا دي،
هل بالفعل بقى هم شافوا وعرفوا ودرسوا وقروا يعني ايه التصويت ويعني ايه الدستور الجديد، يعني شافوا في ايه فبالتالي يخرجوا صوتوا؟ انت محتاج ايضا انت عضو اتحاد المصريين في الخارج، يعني ليك اتصالات كثيره يعني. اولا بصبح على الساده المشاهدين في جميع انحاء العالم، زملائنا المصريين في الخارج في كل دوله. النهارده في عرس جديد لثوره 30، جميع المصريين في الخارج هينزلوا يصوتوا على دستورهم النهارده في ما يقرب من 166 دولة حول العالم من أبناء المصريين في الخارج، وده حاجة جميلة جدا عشان نقدر نكمل خريطة الطريق ومصر تكون على الطريق الصحيح. مصر شهدت وقفات كتيرة جدا بسبب تخلفنا لمدة 3 سنوات عن الحياة المستقرة في مصر. فالنهاردة إن شاء الله هذا الدستور سيضع مصر على الطريق الصحيح بإذن الله، وأنا واحد من الناس اللي شارك من أبناء المصريين في الخارج في تقديم المقترحات. كان معانا رئيس اتحاد المصريين في أوروبا الدكتور عصام عبد الصمد، كنا احنا ممثلين على المصريين في الخارج، قدمنا المقترحات، تناقشنا، تحاورنا، اختلفنا، سيبنا اللجان وخرجنا ورجعونا. وكان معانا السيد عامر موسى، كان تملي بيقول طب احنا عايزين نسمع انتوا افكاركم ايه، ادينا كل الافكار. والحمد لله لم يشهد دستور في مصر من دستور 23 مرارا بالدستور 71 لدستور 2012 حق المصريين في الخارج زي ما جاء في هذا الدستور. يعني تم الاستجابه لمقترحاتك؟ لو اقول لحضرتك عشان ما اكونش مبالغ، بنسبه 90% من كل المقترحات اللي احنا قمنا بتقديمها. يكفي قول لنا المواد يعني في الماده المهمه هنا، احنا عندنا هنا في الدستور هنا الماده 87، هنا في الماده مشاركه المواطن في الحياه العامه، واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الراي. يعني النهارده اديتي خليت المصري اللي في الخارج زي المصري اللي في الداخل، ما اصبحش في حاجه. يعني النهارده لما تيجي تقول لي مصريين في الخارج ومصريين في الداخل، اقول لك لا، المصريين كلهم اصبحوا واحد. المصري كله عنده حق، الحق المشاركه الحياه السياسيه والاجتماعيه في الداخل وفي الخارج للتامينات بتاعته. العامل البسيط اللي موجود في الدول العربيه اللي احنا بنشوفه بيطلع وبيرجع ليه النهارده؟ عنده التامين الصحي، وعنده هيكون في الدستور ده هو هيكون ليه تامينات ومعاشات. يعني مش هيرجع كده يا مولاي كما خلقتني، لا ده هيجي يلاقي تأمين، بيدفع التأمينات بتاعته وهيرجع يلاقي تأمينات ومعاش ليه هنا. المصري في الخارج حقه ان هو ترشح للبرلمان، وده كان شيء ندينا بيه كتير في الانظمه السابقه، لم يستجب احد لنا. فهذا الدستور عمل اشياء، يعني هقول لحضرتك يكفي في ماده انا قريتها هنا. يعني استاذن الساده المشاهد بعيد عن المصريين في الخارج، لان هو للمسن تلتزم الدوله بضمان حقوق المسن صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. النهارده يعني الانسان اللي هو تعدى سن 60 كان الاول مهمل ان في صحيا واجتماعيا كل شيء. النهارده الدستور ده هيحقق له رعايه صحيه كامله، هيحقق له حاله اجتماعيه. بحس ان انا بقرا دستور في اوروبا بصراحه، في مواد فيه يعني فيه بتحقق العداله الاجتماعيه زي ما بنشوفها في الدول المتقدمه، الدول العريقه في الديمقراطيه زي بريطانيا بتحقق كل الكلام ده. النهارده احنا بدا كل ابناء المصريين في الخارج ينزلوا صوتوا لهذا الدستور. هل اقتربت من يعني من خلال الاسماء المسجله في كشوف الناخبين، بما ان هي دي يعني لزاما على المصري في الخارج ان هو يسجل، هل طلعت على النسب؟ قادر تتوقع نسبه مشاركه اعلى من الاحداث اللي شفناها قبل كده في الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه، ولا صعب التحليل؟ بص، في كل مرحله ليها سلبياتها وليها ايجابياتها. احنا مش عايزين نضيع مجهود الناس اللي تعبت في اللجنه، الهيئه العليا للانتخابات ووزاره الخارجيه والسفاره والهيئه العامه للاستعلامات، عملوا مجهود رائع وجبار وكل حاجه. ولكن بينقصنا القرار من وزاره الخارجيه النهارده ان انا لازم اروح اسجل المصري في السفاره علشان اروح استفتي. ده صعب. طب لا مش صعب، المهم الحل بسيط. احنا انا يعني كان في اخر اجتماع، اخر مؤتمر صحفي من يومين في الهيئه العامه للاستعلامات، وانت قلت لممثل الخارجيه، قلت له طب احنا نعمل ايه؟ طب ما احنا عشان يبقى في زخم للناس تروح وما عندهاش فوبيا السفاره، اروح بالرقم القومي والبطاقه بتاعتي او الباسبور وانا واقف اسجل واستفتي.
بتدخل رقم القومي بيخش على قاعده البيانات هنا في وزاره الداخليه، بيروح لغي من داخل قاعده البيانات اللي داخل مصر. يعني انا مش هقدر استفتي تاني، بتعمل لي بلوك على الرقم بتاعي خلاص. فانا مش محتاج ان انا يعني اسجل عبر الانترنت وبعد كده اقفل باب التسجيل وبعد كده اروح استفتي بعد. بس انا محتاج، يمكن استاذ علي محتاج تغيير القوانين نفسها. القانون هو اللي بينظم ذلك، يعني القانون هو اللي مدرج داخل التصويت ومدرج داخل الكشوف الانتخابيه، وامتى تفتح الباب وامتى تغلق الباب. حضرتك السيد رئيس الجمهوريه من يومين اصدر قانون الاستفتاء، يعني الاستفتاء يعني سهل جدا. زي ما انت اصدرت القانون هنا ممكن كان ممكن يحصل حاجه زي كده، لان انا عايز احفز الناس في الخارج ان هم يبقى عندهم انتماء سياسي وانتماء لحب البلد دي. اتمنى ان انا اشوف في المناهج التعليميه يرجعوا القوميه العربيه ويدرسوا فيها ثقافه القوات المسلحه حقيقيه من ايام مينا موحد القطرين لغايه ثوره 30. عايز يبقى في عندي في المناهج التعليميه ازاي اثقف الطفل وهو صغير، يدرج ماده، يعني يدرج ماده اظن لحدينا نجيب له حد من الازهر. في احنا يمكن لو تفتكر احنا تعبنا يمكن من سنه او من سنتين في نفس المكان، بس ما كناش في المكان ده واتكلمنا حمود دستور، وحضرتك كنت معترض على بنود كتيره جدا وقلت ان احنا مش موافقين وان كان فيها تغييرات كتير جدا. ده مظبوط. المشكله دلوقتي والمعوق الحقيقي ان انت لازم تصوت بشخصك في اللجان الانتخابيه. كويس. ده معوق حقيقي ولا مش معوق؟ لان انت عشان تنتقل مثلا من سفاره او من مكان اقامتك لمقر السفاره او مقر القنصليه الحقيقيه، ده مكان بعيد جدا وبيكلف الناس، وناس كتير جدا معترض على ده. كويس. وجهه نظرك ومكانك وانت انت على ارض الواقع اكتر من ده، معوق حقيقي ولا اللي عايز يصوت هيصوت يعني؟ طب بص هقول لحضرتك، لا معوق حقيقي. انت عندك بتتكلم زي واحد جاي هيجي لك من اسوان عشان يصوت في القاهره، هيجي لك من مانشستر عشان اصوت في السفاره القنصليه في لندن في سنتر لندن. فتخيل المعاناه في التكلفه، يعني هناك الباوند لسه يعني الجنيه الوقت كمان يعني ما ظروفش، ودي دوله عمليه. الناس بتنزل الصبح 6 الصبح تلاقي الناس في الشارع في عملها، راح عملها 9 الصبح تلاقي الشارع خاليه، الساعه 5 تلاقي الدنيا زحمه لغايه الساعه 8، وبعد الساعه 8 ما تلاقيش حد في الشارع. يعني الناس بتشتغل، مش واخد بال حضرتك؟ حتى لو انت اديتها لي في الويك اند انا محتاج اريح في بيتي. فعشان كده بقول ايه، والله لو في الاستفتاء على الرئاسه والاستفتاء على مجلس الشعب القادم، يا ريت الساده المسؤولين يفكروا في القصه دي، ان هو يروح يدي الرقم القومي بتاعه ويسجل في السفاره ويستفتي في نفس الوقت. هتسهل كتير، لان انا بيتعمل لي بلوك مجرد ما بحط رقم القومي. التصويت بالجواز السفر، بجواز السفر ممكن كل واحد عنده جواز سفر دلوقتي، لكن واحده من الطلبات ده حق. وده شيء، بس الباسبور المصري مش الباسبور المصري، مش الاجنبي، مش الاجنبي. الحاجه الثانيه ان احنا دلوقتي عملنا ندوات تثقيفيه لابناء المصريين في الخارج على فكره، عشان بس ايه، مش كل حاجه هنمدح، بس عشان نقول بقى الممازات اللي هي الجاليات المصريه بتعمل ايه، عشان الناس تعرف احنا بنتعب ازاي وبنحاول نوصل هذا الدستور لكل فرد، مش بس المصري اللي هو اتولد على ارض مصر، لا المصريين ابنائنا اولادنا اللي اتولد مع اللي هو جنسيته نص مصري ونص بريطاني بتاع، عايز يقول لي مثلا يا دادي انا عايز اعرف مصر الدستور بتاعها. عشان كده النسخه معموله بالانجليزي عندنا فريق عمل بينزل وبيعمل ندوات للاطفال وبيقرا لهم الدستور، بيقول لهم المواد الدستور والفرق بين الدستور مثلا بريطانيا وهنا يعني في دول ما عندهاش دساتير. واقبال على الندوات طبعا. لا بص، هناك الطفل هناك عنده هوايه القرايه، فيحب يعرف ويثقف نفسه ويحب يعرف عن الاخرين. فكان شيء مهم جدا ان احنا ترجمنا الكلام ده هو. يعني احنا عندنا واحده استاذه هبه عبد العزيز، دي نشيطه كويسه جدا، بالتملي بتعمل تواصل مع ابناء الجاليات المصريه والاسر المصريه في تجمعات، بتبقى حاجه كويسه يعني. فاتمنى النهارده ان ابنائنا في الخارج النهارده يصوتوا بالدستور، واحنا كمصريين في الخارج انا عايز ابعت برساله، طبعا المصريين في الخارج مكلفيني بيها، بنقول للفريق عبد الفتاح السيسي لو سمحت المصريين في الخارج عايزينك تترشح وعايزينك تنزل، لان انت مهم جدا انت في هذه المرحله. مصر محتاجة شخصية مثل خلينا نترك النقطة دي بس، ثواني معدودة نترك النقطة دي. اسمح لنا يا أستاذ ولاء، لأنه يعني معانا متابعة على الهواء مباشرة عبر سكايب مع الأستاذ عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج بالسعودية، بيكلمنا من رياض. صباح الخير يا أستاذ عادل. صباح الخير يا
صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وطبعا معروف ان السعوديه فيها نصيب الاسد في نسبه الناخبين المصريين بالخارج، عدد 312,000 ناخب، يعني حوالي نسبه 45% من اجمالي عدد الناخبين.